اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تحديات من انجيل متى النهارده هندرس اسم عمانوئيل واسم الحلقه لماذا لم يدعى عمانوئيل هنشوف ايه السبب انه ما قال عنه عمانوئيل لكن هو دعي عمانوئيل عشان التناقض ده نتصالح معاه ده عباره عن تحدي هقرا من متى اصحاح واحد من عدد 18 إلى 25، أما ولادة يسوع المسيح فقد تمت كما يلي: كانت أمه مريم مخطوبة لرجل اسمه يوسف ولكن قبل أن يتزوجا علمت أنها حبلى بقوة الروح القدس ولكن يوسف رجلها كان صالحا ولم يشأ أن يكشف أمرها فقرر أن يتركها بهدوء وبينما كان يوسف يفكر بهذا ظهر له ملاك في حلم وقال له يا يوسف بن داود لا تخف أن تقبل مريم امرأة لك لأن الطفل الذي هي حبلى به هو من الروح القدس وستلد ابنا وأنت ستسميه يسوع لانه سيخلص شعبه من خطاياهم حدث هذا لكي يتم ما قاله الرب على لسان النبي ها ان العذراء ستحبل وتلد ابنا وسيدعى اسمه عمانوئيل الذي معناه الله معنا وعندما استيقظ يوسف من نومه عمل بكل ما امره به ملاك الرب فاخذ امراته الى بيته لكنه لم يعرفها حتى ولدت الطفل الذي سماه يسوع. عمانوئيل كلمه عبريه بتعني الله معنا ليه طيب ما حدش سمى الرب يسوع وهو على الارض الاسم ده عمانوئيل الاسم ده بيذكر بس مرتين في العهد القديم إشعية سبعه وثمانيه ومره واحده في العهد الجديد اللي هي قريناها دي اللي هي في متى ليه احيانا ما بنشوفش ان الله معنا خلينا نشوف ايه اللي نقدر نتعلمه من الحاجات دي. أول نقطة معنى عمانوئيل. يسوع ولد زي أي بشر لكن الحمل العذراوي كان معجزي، الحمل العذراوي كان معجزي لكن الولادة بشرية عادية. هقرا من 21 ل 23 ثلاث اعداد وستلد ابنا وانت ستسميه يسوع لانه سيخلص شعبه من خطاياهم حدث هذا لكي يتم ما قاله الرب على لسان النبي ان العذراء ستحبل وستلد ابنا وسيدعى اسمه عمانوئيل عم الذي معناه الله معنا في نفس الوقت الطفل ده هيدعى ابن الله يعني مساوي لله زي ما ابن الانسان هو انسان ابن الله هو الله لكن نقرا فلوقا واحد 35 بيقول فأجابها الملاك الروح القدس سيحل عليك وقوة العلي ستغطيك لهذا فإن القدوس الذي سيولد منك سيدعى ابن الله صحيح خلال خدمة يسوع وبعد إعلان الملاك محدش دعا عمانوئيل لكن المعنى موجود متى بيفتتح إنجيله بأن يسوع هو عمانوئيل وبيختمه بقوله في متى 28 20 المسيح بيقول لتلاميذه وتذكروا اني ساكون معكم دائما والى نهايه الدهر يسوع بيقول ساكون معكم دائما الى نهايه الدهر هو بيعني هو عمانوئيل الله معنا هو معاك ومعايا حتى لو ما شفناهوش الله هو الوحيد اللي يقدر يقول انه معانا الى انقضاء الدهر ودي كانت نبوة إشعياء. إشعياء 7 عدد 14، لهذا الرب نفسه سيعطيكم الدليل: هالصبية الصبية تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. قرر الله إن يأتي ليسكن مع البشر. محبته ليك وليا ملهاش مثيل. وهو معاك لأنه عمانوئيل. مش بس هو الآن معاك ومعايا لكنه في الأبدية هيكون سكنه معانا. رؤية 21 بيتكلم عن عمانوئيل بس بيقول الله هيكون معانا رؤية 21 ثلاثة وسمعت صوتا عاليا من السماء يقول الآن صار مسكن الله مع البشر سيكونون شعبه وهو نفسه سيكون معهم وسيكون لهم إلها سيكون عمانوئيل الله معنا أتى لأرضنا من ألفين سنة لما تجسد وهو الآن معنا بروحه وهيكون معانا إلى الأبد بعد المجيء الثاني للمسيح خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم حالا النقطة الثانية يأتي ليعيننا، متى واحد, واحد وعشرين بيقول وستلد ابنان وأنت ستسميه يسوع لأنه سيخلص شعبه من خطاياهم. جه يسوع عشان يخلصنا وده معنى اسمه. يعني جه إلى أرضنا ليعيننا، جه إلى أرضنا ليكون عمانوئيل يكون معانا. أي ليهتم بينا لأننا نحتاجه. ارساليته هي الاهتمام بالمحتاجين الاهتمام بتوصيل البشاره الساره للفقراء عشان يكون عندهم امل عشان يحرر الاسرى في بداية خدمته قال عن نفسه لقى 4 18 و 19 روح الرب علي لأنه مسحني لكي أعلن البشارة للفقراء أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية وبالبصر للعميان ولأحرر المسحوقين من الأسر وأعلن أن وقت الرب للقبول قد جاء إذا شكيت أن الله نسيك هو بيذكرك أنه معاك في الوقت المناسب إذا زادت همومك لدرجة لا تطاق هتلاقي عنده المخرج ثق انه معاك ويعينك صحيح المزمور بيقول مزمور 13 واحد واثنين حتى متى تنساني يا الله أ إلى الأبد حتى متى تشيح بوجهك عني حتى متى ينبغي أن أصارع هذه الأفكار في نفسي حتى متى أحمل هذا الحزن في قلبي طوال النهار كاتب المزمور هنا في صراع إن الله ينساه وأحيانا ده هو صراعنا مع أفكار وحزن عميق لدرجة إن إحنا بنفتكر إن الله نسينا ودي كانت مشاعر كاتب المزمور لكنه هو معاك بيأتي ليعينك يذكرك إنه لا ينساك إشاعية 49 15 يقول الله هل تنسى امرأة طفلها الرضيع أو تتوانى عن رحمة وليدها نعم حتى هؤلاء ينسين أولادهن أما أنا فلا أنسى الله لن ينساك حتى لو آلامك وأحزانك عميقة لدرجة إنك إنت ظنيت إنه هو نسيك هو معاك خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم حالا ثالث نقطة إيه هو رد فعلك؟ إيه رد فعلك ورد فعلك؟ لنزول الله إلينا لوجود الله معانا الله بيتنازل وينزل عشان يعيش معانا بيصير ملك علينا السماء بتبدأ هنا والآن وتستمر إلى ما لا نهاية أتى المسيح عشان يعلمنا إن إحنا نعين بعضنا زي ما هو بيعيننا الله بيسكن معاك أتى للبشر ويريدك أن تذهب إليهم وأنت فكر في الآتي في وقت صعود المسيح كان التلاميذ بيحملقوا في السماء الملاك قال لهم ايه زي ما انتم شايفينه صاعد هياتي رأى اعمال واحد 11 ايها الرجال الجليليون لماذا تقفون هكذا ناظرين الى السماء ان يسوع هذا الذي رفع عنكم الى السماء سياتي ثانية بالطريقة نفسها التي رأيتموه يصعد بها الى السماء وكان الملاك بيقول ما تقلقوش وانتوا كده ناظرين الى السماء ما تنتظروش معجزه انتم معجزة الله على الارض روحوا اعملوا زي ما عمل المسيح سدوا احتياجات الناس متى خمسه وعشرين خمسه الى اربعين لاني كنت جائعا فاطعمتموني كنت عطشانا فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني كنت عريانا فالبستموني كنت مريضا فاعتنيتم بي كنت مسجونا فزرتموني فيجيبه الابرار يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك او عطشانا فسقيناك ومتى رايناك غريبا فاويناك او عريانا فالبسناك ومتى رايناك مريضا او مسجونا فزرناك فيقول الملك: أقول الحق لكم كل شيء عملتموه لأحد إخوتي الضعفاء فإنما قد عملتموه لي. لما تساعد الفقير تتواجد مع المتألم تدي وقتك للحزين تطعم الجوعان تسقي العطشان تزور المسجون والمريض تكسي العريان تفرح مع الفرحان ترفع حمل الشخص انت بتفعل ذلك بالرب يسوع نفسه. لأن دول اللي بيمروا بظروف صعبة هم إخوة المسيح نفسه. رد الفعل إنك تعطي نفسك زي ما أعطى يسوع نفسه. نظرتك للناس تتغير خاصة اللي بتساعدهم. لما تعطي أنت لا تتفضل على المحتاج والمريض والحزين والمسجون. لكن تعمل كمرسل هو بيعطيك وغرضه إنك تعطي. أي يعطيك عشان تاخد جزء ويرسلك لتعطي الاخرين جزء تاني بالتالي الجميل مش يعود اليك انت يعود اليه هو خليني اقول ملاحظه لاحظتها في بعض الكنائس في خدمه للفقراء اسمها اخوه الرب للاسف الشديد انقسمت الكنيسه لطبقتين طبقه الفقراء والمحتاجين والطبقه الاعلى المقتدرين انقسمت مدارس الاحد الى اولاد اخوه الرب واولاد المقتدرين انقسم جسد الرب الناس اللي فوق والناس اللي تحت في نفس الكنيسه الشاب مش هيكسر الفاصل ويتجوز بنت من اخوه الرب او العكس اخوه الرب اسم جميل لكن فقد معناه مين هم اخوه الرب الحزين المتالم جسديا ونفسيا وروحيا المريض والمسجون، العطشان، الجعان، ده مش اسم يطلق على مجموعه ويفضل ملتصق بيهم، اخوه الرب ده شيء مؤقت. أنا من اخوه الرب لما احتاج إليك، وأنت من اخوه الرب لما تحتاج إليّ. أخو أو أخت الرب هو الضعيف إلى أن يقوى، المحتاج إلى أن يكتفي. أنا ما بقترحش على فكرة إلغاء الخدمة دي، لكن نوسع مفهومها ونغير اسمها. فما نخلقش طبقات في الكنيسة اللي بتعمله كنيستنا في كاليفورنيا ان احنا بنسمي الخدمة دي خدمة الشمامسة وهم المسؤولين عن افتقاد المريض تعزية الحزين اعطاء المحتاج زيارة المسجون بدون فصل شخص عن الكنيسة وبدون الاعلان عن مين اللي محتاج ومين اللي بيعاني ومين اللي بيعطي خاصة العطايا المالية رأى كنيسة قال انه هيدي 100 دولار لأشخاص بشرط ان هم يساعدوا بيها ناس اخرين وبعدين يبلغوه باللي عملوه فكان معاه يعني عشر ورقات كل ورقة بمئة دولار وقفوا بعض الاشخاص في طابور عشان ياخدوا المبلغ ويحاولوا يعملوا حاجة كويسة طفل عمره عشر سنين اسمه جاكسون روجرز طلع يجري من بين ابوه وامه كان حاضر وابوه قال له ده للكبار بس لل مش للاطفال لكن الطفل ما سمعش وجري ووقف في الطابور الراعي اداله 100 دولار وقال له ان يساعد شخص تاني ويرجع يقول له على ايه اللي حصل الاب قال انه للاسف لم يشجع ابنه بالعكس حاول ان يثبط امته ويخليه يرجع ال دولار للراعي. جاكسون قرر ان يساعد عيله فقيره هوملس. هوملس دي يعني مالهمش بيت، قاعدين في الشارع او تحت كوبري او بيعملوا خيمه صغيره على الرصيف عشان يباتوا فيها. بعد مناقشه مع ابوه كتب جاكسون جواب بخط ايده وبدا حمله جمع تبرعات لبناء بيت العيله دي. وكتب في الجواب قصة الراعي وفكرته وفي آخر الخطاب ذكر أنه استخدم المية دولار دي أن يشتري بيهم ورق وأظرف وطابع بريد وبعت الجواب ده لكل أصدقاء العيلة وقرايبهم كمان قصة الطفل ده لمست سيدة وعملت نسخ من الجواب ده ووزعتها على الأصدقاء بعض من الولايات المجاورة بعتوا شيكات وصل الخطاب لحوالي 170 شخص واللي بعتوه كان 43 ألف دولار عرف أعضاء الكنيسة قصة الطفل اللي بينهم جاكسون فشجعوه سألوه عن المبلغ الكامل لبناء بيت صغير فقير للعيلة دي قال لهم المبلغ خمسين ألف دولار يعني المتبقي كان 7000 دولار راحوا هم جمعوها من بينهم وام جاكسون قالت بالظبط كده طفل صغير فعل الخير لذلك لا تنتظر لتكون كبير لتفعل الخير افعل الخير الان العيله اللي بنوا اللي بنوا لها البيت ده كانت اخوه الرب لحد ما اتبنى بيتهم وانت وانا لما نحزن ويعزينا الناس او نكون مريض ويزورونا نصير أحد إخوة الرب ده الطفل أخذ أموال الناس كمعها أساسا من الله الله هو اللي بيعطي كل شيء واداها الآخرين خد الفلوس مررها إلى ناس تاني فصار مرسل من الله عشان يعطي ما أعطى ما أعطي الطفل ده تمثل بيسوع وأنا وإنت بنتمثل بيه هو ده عمانوئيل الله معنا هو اللي اتى لينا ويظل معنا هو اللي احب واشفق على الناس بيسالك ويسالني ان يكون احتفالنا بيه هو عطاء للاخرين والاحتفال مش لازم يكون في عيد الميلاد لكن معنى الكريسماس ده كل يوم انا بصلي لك ان يكون عندك امل بالرغم من ان كل الظروف احيانا بتبقى سيئه بصلي لك ان اللي اتعلمناه النهارده يكون واقع وان مهما كانت الامور لا تنبئ بخير هو امين ولا يعاملنا حسب اهلنا واجدادنا ولا حسب اعمالنا واخطائنا ولا مراكزنا ولا ماضينا بما فيه من اهمال ولا حتى لو كنت في وقت من الاوقات كان عندك شك لانه هو اله الفرصه الثانيه والثالثه حتى لو علاقاتك كلها مراره والم ابدا صفحه جديده فيها امل هو المتخصص ان يحاول السيء إلى أحسن ويخرج من الجافي حلاوة أصلي الكل في اسم المسيح آمين thank you